طب أنا هتكلم عن المعاشات عشان أوريكم إن في حل مسألة المعاشات في دعم كبير جدا 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 لا يتناسب مع المعايير اللي اتبنى عليها فكرة المعاشات في مصر. توافقني يا دكتور؟ طبعا، لأنه خليني أكمل وأنت تصلح لي عشان أنا ما أعرفش كل حاجة. أنا عايز أقول لكم إيه الفلوس اللي اتخذت من المعاشات رقم. أنا النهاردة لما أكون عايز أبين النقطة دي كمفكر اقتصادي أو كرجل مهتم بالخدمات الاجتماعية اللي بتقدم بما فيها المعاشات، أقول إن الرقم ده لو ثبت في مكانه في البنوك بالفوائد اللي بتاخدها المعاشات كان متوسطها 10%. كان متوسطها كم؟ 10%. طب إحنا الموضوع ده قعد كم سنة؟ الدكتور الوزير المالية اللي خد الرقم فين وكام؟ هو اللي بدأ تحويل فوائد المعاشات. خد الرقم إمتى يا دكتور؟ الرقم اللي هو قال إن ده وإحنا حن في 2005. 2005. يعني أنا لو أنا في 10% 600 مليار يبقوا بعد 10 سنين 1200 مليار. صح كده؟ صح يا دكتور؟ 10% يضعف الرقم بعد 10 سنين. مش كده؟ مش كده؟ طيب، حد قال إن المنظومة والدراسات الاكتوارية وحجم الـ 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 الأموال اللي بيتم أخذها من الناس المعاشات تساوي المصفوفة دي تحقق حتى لو الرقم ده موجود مع الدولة، مش مع الدولة، مع إدارة المعاشات أو المسؤولين عن المعاشات في مصر. طب أنا هقول لكم، قول يا دكتور الرقم اللي احنا هندفعه لغاية 2052 ولا 62؟ لمدة 50 سنة. 47 تريليون. يعني أنا آسف، 45 تريليون. 45 تريليون ده عشان احنا قلنا ايه؟ بقول لكم ايه، لو دخلتوا بقى مع الناس في ديبيت او في نقاش على ان احنا الارقام اللي كانت بتتاخد ونتيجة تراجع الاداء الاداري للدولة والدراسات الاكتوارية اللي اتعملت لا تتناسب مع الرقم ده، احنا مش هنحل المسألة، الدولة تشيل. صح كده؟ مش قرار كده يا دكتور مصطفى؟ طب القرار كام؟ 45 تريليون؟ ده مين اللي هيتحمله؟ الدولة، موازنة الدولة 45 تريليون لغاية 50 سنة. يعني تقريبا في المتوسط كده نقول تريليون، تريليون في السنة. يعني انت خدت 600 مليار تفضل تدفع فيهم تريليون كل سنة لمدة 50 سنة؟ ايوه، عشان احنا غلطنا كدولة، وعشان احنا ما قلناش للناس ان الارقام اللي بتتاخد للمعاشات من الناس اللي هي الارقام اللي بتتاخد لا تتناسب مع الرقم اللي انت هتاخده بعد كده، والناس اللي بتتهرب منها واللي يدوا الحد الادنى وما يدوش الرقم بالكامل، واللي انت هتدفعه في المعاش انا هديهولك. دي قضية واحدة يا جماعة، قضية المعاشات دي قضية واحدة تكلفتها 50 تريليون ولا 45 تريليون جنيه. كم؟ لأن في 11 مليون، مش كده؟ 11 مليون إنسان ليه معاش أو إنسانة وليه أسر، فما نقدرش إن إحنا نعمله، يبقى الدولة تتدخل، مش كده يا دكتور؟ فعلا الدولة هي اللي تدخلت في الحل، لأن بدون الدولة ما كانش ممكن نحقق استدامة مالية للنظام ولا قدرته على إن هو يوفي بالتزاماته في سداد المعاشات، وكان الكل بيقول لنا الكلام. أنا حبيت إيه؟ لو كل نقطة من النقاط اللي اتكلموا فيها الدكتورة هالة والدكتور معيد، حبينا نخش في نقطة واحدة منهم وأفتش فيها وأجيبها لكم، هتسمعوا عجايب. إحنا بنصلح مسار، يعني مش هقول مش احنا مش مسؤولين عنه، لا، مسار يعني مسار صعب قوي، مسار الدول المتخلفة، مسار السياسات اللي بتستهدف الاستمرار. الايه الايه يبقى قاعد هنا على طول يعني؟ لا 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 والله، احنا اللي احنا بنعمله ما يتناسبش مع السياسات دي خالص. وانا بقول لكم الكلام ده الدكتور معيط والدكتور اهلا بيسمعوا مني الكلام ده والدكتور مصطفى كتير، ان الموضوع البلد اكبر كتير
من ان احنا نبقى بندور على ان احنا دوله ناجحه ولا دوله اني عايز اقول اني دوله عايزين تعيشوا في اني دوله. اوعى تفتكروا ده اللي بيربي عنده اسره فيها اتنين تلاته وعايز يجوزهم بيتحمل وبيعاني وبيعمل جمعيات. وانا بتكلم على غالبيه الناس لسه بسيطه عشان يربيه ويعلمه. عايزين تبنوا مصر وتخلوها دوله ذات شان كده يعني؟ هو احنا كنا في مغامره واحده دخلنا بيكم فيها؟ مغامره واحده خدنا مصر ودخلنا فيها؟ بتعتبروا التنميه مغامره؟ بتعتبروا التنميه مغامره؟ بتعتبروا البنى مغامره؟ بتعتبروا الاصلاح مغامره؟ يا ما تختزلوش القضيه بتاعت بلدنا وما تفرجوش الناس علينا. اصمدوا اصمدوا وحولوا الظروف القاسيه اللي احنا فيها دي لمنحه. وصدقوني كل ما هتصمدوا كل ما هتلاقوها بتعدي. وزي ما عدت الكوفيد والسنتين بتوعهم وكنا بنقول ايه الدنيا بتعمل. وبالمناسبه كنت اقول لهم انا هقفل البيت 5 مليون يعني 25 مليون اسره او 25 مليون انسان يعني في الاسر دي مش هيلاقوا ياكلوا. احنا ما نقدرش نعمل كده. انا بستفيد من الكلام اللي بيتقال ده لانه بيستدعي موضوعات مهمه يا دكتور معيد والدكتوره هاله. لما بنتكلم على النمو السكاني احنا بنقولها عنوان، وحتى احنا لما بنتكلم فيها بنقولها بنرددها كده برضو فقره، لكن هي تاثيرها جد خطير جد خطير. النهارده ان يبقى فيه نمو سكاني بالطريقه دي. دكتور مصطفى انا بس مش عايز عشان ما يصحش ان انا اتكلم في حق دول بالاسم،